السلام عليكم. إدريس عبير، فنان وأستاذ ورئيس جمعية الإبداع والبيئة والتنمية. الأهداف ديال الجمعية وهو المحافظة على التراث والموسيقى والمسرح والسينما. حنا اليوم جد سعداء باش غادي ننظموا هذا الملتقى ديال الثقافة الشعبية التربوية تحت شعار من الزجل ما حصل. هنا كنقيموا هذا الحفل هذا بدار الشباب أبواب مراكش الضحى. تنشكروا الإدارة اللي كتشرف على هاد الإدارة هذه وعلى التعاون ديالها المستمر الهادف، وكنتمنوا إن شاء الله النجاح لجميع الجمعيات اللي كيهدفوا في المحافظة على التراث. تحية لسي سمير الطيب كاتب أمين مال ديال جمعية الإبداع والبيئة والتنمية والموزع والمدعم والفنان المبدع الأصيل. تحية لسي عبد المنعم بسو الفنان اللي كان بطل ديال سلسلة لبن الحكيم. التحية كذلك لسي عبد اللطيف العلوي بسبوسة تهو الفنان الطيب الجميل. كذلك تحية الفنان ديالنا سي جمال العازف على آلة السنتيتيزور. سي جمال راه الاسم ديالو ما ذكرتوش ولكن نويح، سي جمال نويح تحية له. تحية لسي عبد اللطيف على هذه الاستضافة. سي عبد اللطيف سحنون شكرا لك كثيرا. وما نساوش، ما غادي نساوش، ما يمكنش نساو سي زهير العلام الفنان المبدع الأصيل يعني بجدارة وتتعاون وجزاهم الله خيرا. تحياتي لك. شكرا. السلام عليكم، معكم الأستاذ زهير العلام عضو جمعية الإبداع والبيئة والتنمية. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى من تكريم أستاذنا غالي علينا الأستاذ إدريس عادير السجال والموسيقي والفنان الذي له عدة إبداعات داخل الجمعية وخارج الجمعية في عدة ملتقيات. اليوم بفضل الله تعالى تم تكريم دياله وتم حفل التكريم على أحسن ما يرام. وتنشكر الفعاليات اللي شاركوا في هذا الملتقى منهم جمعية الحلقات اللي كان لها الدور ايضا في هذا الملتقى. وتنشكر الاستاذ الفنان المبدع ديالنا سي سمير الطيب الفعال في هذا الملتقى وفي هذه الجمعيه وجميع اعضاء الجمعيه اللي لهم دور كبير في التقدم نحو الامام لما هو افضل في التراث الشعبي والموسيقي والفني والثقافي والادبي. والشكر الجزيل لجريدة أصوات أيضا لواكبة هذا الملتقى الفعال. ولكم جزيل الشكر لكل من شارك في هذا الملتقى. لكم منا أسمى عبارات الاحترام والتقدير وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سمير الطيب موزع موسيقي وصاحب استوديو. احنا جد سعداء في هذا الحفل هذا اللي داز حفل بهيج بحضور كل من الفنانين والمثقفين. وتحيه كبيره لعريس هذه الليله اللي هو سيد عريس عبير المناضل الفني الزوكر كما تنقولوا. تبارك الله مبدع ويستاهل اكثر من هذا الشيء. وحنا جد سعداء اننا حضرنا هذا التكريم تاعو اللي داز رائع وداز بالمستوى الكبير. وتحيه لجميع الفعاليات اللي صاروا على التكريم هذا ديال سيدة عبير. وغادي يكون ان شاء الله جديد في سلسلة الحكيم العبير. احنا تنتبقوا انا وسيد عريس راه عطاني شي افكار تانية غير ان شاء الله احنا ختامين عليهم ان شاء الله مع الاخوان سي باسو سي بسبوسة ولالا حاجي بسروان وسيد عريس هذاك وسي زهير العلام. والقائمة طويلة ان شاء الله غادي يكونوا ان شاء الله واجدين في رمضان ان شاء الله بحول الله مع قوته. وحنا خدامين وسيد عريس عبير واحد الاسم فني كبير اللي تأثر جميع المجالات لا الموسيقية ولا الفنية ولا الشعرية ولا الجدلية. سيد عريس تبارك الله عليه وأستاذنا وتيحمسنا. وهذا التكريم ديالو الحمد لله راه داز بالمستوى الكبير. ونتمناو تكريم آخر إن شاء الله ولما لا تكريمات أخرين إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.